ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوها. إذا كانت الصورة من غير ذوات الأرواح من الشجر والجبل والبحر والنجوم لا حرج في ذلك لأنها من غير ذوات الأرواح. ففي قوله إلا رقما من ثوب أي ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح. قال انتهى. قال الحافظ ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن، وسأذكره في الباب الذي يليه. وقال ابن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال. إلا رقما في ثوب، الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقما في ثوب، وهذا بعيد. الثاني المنع مطلقا حتى الرقم، وهذا يقابل القول الأول. الثالث إن كانت الصورة باقية أو باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، وهذا هو الأصح. هذا ترجيح الحافظ رحمه الله، وهذا الثالث هو الصحيح. إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، أنها صورة، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال وهذا هو الأصح. الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجوز، وهذا بعيد، هذا بعيد. طيب، هنا ذكر الشيخ رحمه الله، قال الأمة الأول أظن الأمر صح، هنا قال طيب هنا تكلم وإن قلنا إن الذي حرم عليه ما كان شخصا لما كان رقما في ثوب فقد اختلف العلماء أو فقد اختلفت الأحاديث في ذلك اختلافا متباينا بيناه في شرح الحديث. لبابه أن أمهات الأحاديث خمس أمهات. طيب الأم الأول ما روي عن ابن مسعود وابن عباس أن أصحاب الصور يعذبون أو هم أشد الناس عذابا، وهذا عام في كل صورة. الأم الثانية روي عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. زاد زيد بن خالد الجهني إلا ما كان رقما في ثوب. وفي رواية عن أبي طلحة نحوه، فقلت لعائشة هل سمعت هذا؟ فقالت لا. وسأحدثكم، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة، فأخذت نمطا فنشرته على الباب، يعني سترا، فلما قدم وراء النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتك وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. الأم الثالثة قالت عائشة كان لنا ستر فيه تمثال
فيه تمثال طائر، كان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا. من العلل التي من أجلها حرم الشرع الصور مع ما ذكر يضاف إلى هذه أو تضاف هذه العلة إلى تلك، لأنها أو لأن في هذه الرواية كلما رأيته ذكرت الدنيا، فهي تذكر الدنيا. الآن الذين يتصورون نعم ينظرون وإلى الدنيا وإلى صورهم لما كان طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا، وكل يوم يأتي يفتح وينظر إلى هذه الصور ولا يزداد إلا حسرة. قال الأم الرابعة: روي عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله. قالت عائشة: فقطعته فجعلت منه وسادتين. الأم الخامسة قالت عائشة: كان لنا ثوب ممدود على سهوة في تصاوير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال: أخريه عني، فجعلت منه وسادتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق بها. وفي رواية في حديث النمرقة كما مر معنا قالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وإن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه صورة. قال القاضي: فتبين بهذه الأحاديث أن الصور ممنوعة على العموم. ثم جاء: إلا ما كان رقما في ثوب، فخص من جملة الصور. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الثوب المصور: أخريه عني، فإني كلما ذكرته رأيت الدنيا ذكرت الدنيا. فثبتت الكراهة فيه. ثم بهتك النبي صلى الله عليه وسلم الثوب المصور على عائشة قال: منع منه، ثم بقطعها لها وسادتين حتى تغيرت الصور وخرجت عن هيئتها، بأن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة، ولو كانت متصلة الهيئة لم يجوز، لقولها في النمرقة المصورة: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فمنع منه وتوعد عليه، وتبين بحديث الصلاة إلى الصورة أن ذلك كان جائزا في الرقم وفي الثوب، ثم نسخه المنع، فهكذا استقر فيه الأمر، يعني أنه كان ثم نسخ. وقد نقل الشيخ رحمه الله كلام الحافظ هذا الذي قرأناه، ثم قال الشيخ، يعني تكلم على الأمور، ثم قال في الرابع الذي هو إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا لم يجوز، قال الشيخ: قلت وهذا الأخير لا دليل عليه. بقي الآن ماذا يرى الشيخ؟ هل يصور الحيوان إذا قطع رأسه؟ بعضهم يأتي مثلا صور ترك الرأس، أو يصور مثلا بعض الأجزاء. قال الشيخ: تنبيه، إذا كانت الصورة لحيوان لا رأس له، مثل نجم البحر، فكيف يتم طمس الصورة؟
قال الشيخ: تطمس صورته بأن تقطع حتى تكون كهيئة الشجرة، وأما الحيوان فتصويره حرام لأنه من ذوات الأرواح وإن لم يكن له رأس. هذه الأشياء ليس لها رأس. لهذا الشيخ النجمي يرى أن حتى تصوير اليد أو الرجل أو الصدر أو كذا أن هذا حرام، أن هذا حرام وفيها روح. طيب، هنا الرقم. قال: الرقم الخط الغليظ، وقيل هو تعجيم الكتاب، وقوله تعالى: كتاب مرقوم، حمل على الوجهين، وفلان يرقم في الماء، يضرب مثلا للحذق في الأمور. وأصحاب الرقيم قيل اسم مكان، وقيل نسبوا إلى حجر رقم فيه أسماؤهم، ورقمت الحجاء والحمار للأثر الذي على عضديه. إذن الخط. ممكن أن يقول قائل: هناك نقوش وخطوط وليست من ذوات الأرواح، وما ذكره الحافظ يعني كلام جيد، وهذا هو ترجيح العلامة الوادعي رحمه الله. إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال: وهذا هو الأصح. إلى هنا، بارك الله.